انا واحد من الناس اللي كنخدم مع جلوفو وماشي بزاف باش بديت معاهم، تقريبا يكون شي 8 شهور بحال هكا 7 شهور باش بديت معاهم. غير خويا من ضمن المعاناه هو انك انت ملي كتخدم ما عندكش شي حاجه اللي كما تنقولوا حنايا اللي ضامناك، تقدر تخرج من نهارك ما ترجعش. اول حاجه هو الصفاره الريسك، ثاني حاجه البونيس ما كاينش، بحال حيت هذه الشركه هي الاساس ديالها هي كاينه في الصباليون، وهذا الشيء هذا البونيس هو باش خدامين كيحفزوا ليفرور. حنا ما عندناش زامي النقطه كتهبط بدون اي سبب، تراجي تقدر تمشي من هنا حتى للمريخ بخمسة دراهم، يعني اش غتبقى هذه 5 دراهم شنو غدير لك او 7 دراهم؟ يعني انا كنطالب بالعدل المساواه. انا تنقول لك الناس شفاره يوميا، الا بغيت تمشي معايا العين 7 بالليل نوريك يوميا كندوزو عليهم وكنجيو عليهم يوميا يوميا. انا فاش كنبغي نخرج من الدار تنقول مرتي نقدر ما نرجعش، كنقولها لا بحال تنقول نقدر ما نرجعش حتى الله يفدري. يعني الريسك اللي واللي ضرني في راسي هو ان بزاف الناس تيقول لك ليفرور كيشدوا الفلوس. انا راه قلت لك ها كلشي عندي في التليفون، 56 درهم في النهار اللي بعض المرات كطلع، بعض المرات كطلع 178 100 درهم اللي طلعتي راه انت هو البليفور، فهمتيني؟ يعني والكذوب تيقول كيشدوا 500 درهم، حنا كنشدوا 500 درهم، الدراري كاملين اللي سولتي عندهم 100 درهم الى طار 150 درهم. تقريبا شحال داير معاك؟ شنو داير معاك الصالير؟ شنو داير معاك؟ ما كاينش الصالير، حنا كنتخلصوا في لي كوموند، ما عندناش شي حاجه سميتها الصالير. كتخلص كوموند كديها كتوصلها، الا كانت قريبه كتجيك 7 درهم 6 درهم 5، كانت بعيده 14 درهم. هذا باش خدامين كتخلصوا في لي كوموند. بالنسبه للموتور والمطار، الموتور كلشي عليك اخويا، ليسانس عليك، الموتور عليك، كلشي عليك، فهمتيني؟ ما عندكش كلشي عليك، كتخرج في الصباح كدير 30 درهم ديال ليسانس، هذه ضروريه هذه، وكلشي تقريبا عليك. الموتور راه السيرونس ديال الموتور انت كتخلصها، بزاف اخويا ديال بزاف ديال الاشكاليات. وزعما تيبان لي فرق كبير ما بين جلوفو ديال الصباليون اللي هي مؤسسة ديال هذه الشركه ديال بصح، وما بين جلوفو اللي حنا عايشين معاهم دابا. اول مشكل بان عندنا ما عندنا واحد لانوط، عندنا واحد لانوط خويا كتخدم من الصباح حتى العشيه، كتجي كتخدم على ودك لانوط باش تطلعها، كتجي كتلقاها هبطات لك بدون سبب. بغيتها تعرف شنو هو السبب علاش هبطات، ما كيقولوش لك، فهمتي؟ حتى تلقاها هبطات. السبب الثاني هو خويا ما كاينش البونوس، ما كاين لا تحفيزات لا والو لا حتى شي حاجه، والنار تتكون الشق ما تيزيدو. مؤخرا كانت الشا ما زادونا لا بونوس لا حتى شي حاجه، ياك ما تيسولوك حتى شنو خصك، شنو هادي شحال من حاجه كدوي مع السيبور لدرجه كتكون في الخلا كدوي معاه كتقول ليه فلان راه انا راه في بلاصه فلان فلانيه، ياك دوي ليا مع الكليان وهادي راه الريسك عليه، وهادي كيقدر يسد عليك الشاط، كيقدر يدير شحال من حاجه. واش فهمتي؟ ماشي يدويش معاك باسلوب مزيان، علاش؟ كيقدر يدوي معاك باسلوب مزيان في حاله وحده باش تنوطي ليه، بان فهمتي راه دوا معاك طريطه معاك الميسي. وكاين عاوتاني المشكل الثالث هو دوبل كوموند، دوبل كوموند كنتخلصوا في كوموند وحده، كتاخذها كدي وحده هنايا وحده لهاد الشيء. ياك كتخلصها في وحده، كتخلص في هذيك اللي بعيد، هذيك الاولى اللي ديتي هذيك ها فابور هذيك. حنا دايرين الكليان دايرين معاهم هذا كود برومو، دايرين معاهم الكراج وليفريزون كراج، وحنا ما دايرينش معنا حتى شي حاجه. المشكل الرابع اللي عندنا هو شنو هو اللي مع لي ريستو. لي ريستو كيشوف كاليفرور ما كيبغي لا يتسوق لك لا حتى شي حاجه، ما يفهمش، تيقول لك تسنى، تقول شحال الكود ديالك، تيقول لك تسنى انا نخرجها لك، كتبقى تسنى علينا ساعه. وتخيل اخويا عندك لانو طايحه 3.4 ولا 2.9 طالع لك ساعه في النار، ويشوفوا من جيتنا اخويا ويرجعوا لنا لانو على 100 كما كانش، ويرجعوا لنا البونيس ديالنا ويحيدوا ديك دوبل كومون.